السلام عليكم دي زير بوي بيج رياكشن جانيكم ليد برياكشن جديده في سيري سمارة المتواصله معنا كالعاده والعواد. الخدمه ديما موجوده بيج رياكشن بقدره ربي ديما موجود كل يوم 7 على 7 كان ما فماش جديد عندنا السيريات والتيتر والرياكشن اللي باش نخدموا بها صاريت اليوم اللي هي انونيم تيتر باختياركم انتم الاولاد عنده عامين صحيح اما الالبوم عنده 3 سنين كاملين دونك تيتر نورمالمون عنده 3 سنين اما بط مخر هذا ما يمنعش الاولاد ليتس جو نشوف شنو الفوضى مع بعضنا بالنسبه للتيتر اللي مختارينه اول واحد ونورمالمون نخدموه جاب اكثر لايكس في اخر رياكسيون تبع سمارة راهو موش هابط على شان سمارة قلنا اما نخدمو رياكسيونات كان على شان سمارة دونك الاولاد تصور مازال عندكم موزيكا فان بيز نتاع سمارة مازلتو تلوجوا على الموزيكا دونك سمعونا اش عندكم هذا ما يمنعش ليتس جو نشوف شنو الفوضى مع بعضنا نسمعوا العمليه يلا بينا الاولاد ليتس جو جاي مش نعملو جو جاي مش تفردو الماتريال موجود والفايب موجود باز ليتس جو يلا لا فامي يا هودو ايجا نحكي لك خوتي باربع صفر ترجيل سرعة مليانة فودي انا هما الكوفيد 9 مليمتر ليكيد جملة تقدر لبيت موبايل يكون جمكيد وقعد راي ذي سيب بلاكيت كاتي ام فوم فوم لا فامي بلاكاش بتدي ام انيتا فوم في الانتردي اسمع في الانتي ام نسكر في كونتر بي ام نيك نيك الدولة ولي الزمير جيب لي زوارك يبدا يستعمل في صوت فرد وقت الاولاد فهمت كيفاش خاطر تمشي معاه يخلي لك الصوت بتاعه العادي وفرد الوقت يخلي لك صوت باللوتو تيون يخرج لك ديتاياتك اللي ودنك يشخش بها لك فهمت ما تسمع يا معكم فاسي نذوبكم كلاسي انتم ما تحب البوسي نحب نغصب روزي فاسي يحبوا البوسي برو يحب معاك يحبوا كل البوسي يعيشوا للبوسي فما بيد تعيش كل البوسي برو فاسي نذوبكم كلاسي انتم ما تحب البوسي نحب نغصب روزي فاسي شارجي فوزي وحلو الكلوزي فوسي وينو فلاوزة طوي تيري بالكحكي حروسي واو كان خارج في ديك عصبة طفي ذاو من قبل مش من تاو جمنا ما يضرب لي ذاو اكثر كان خارج في ديك عصبة طفي الضو مش في ديك عصبة طفي الضو من قبل مش من تاو جمنا ما يضرب لي الضو اكثر واحد يسمع لي موزيكا هو صاحبي باو مازال يا برو رابر براكر فالو كالو ما تنساش اللي صار تمشي معانا في المار ماما مونكور ما نتيحوش في المدار تعلم قدر الكبار تعلم قدر الكبار يا برو تعلم قدر الكبار يا برو نبديت كبرت اول جنطة تحت الحيط كيف عسيت بكيت كلمة امي بيها كبير نعيش بيت عليك خطر انتي مك جديد انتي تعبت في الليكيد انا خمم في الليكيد بطريقة صعيب اختار للي تيحس عن يكيد رجلة فيكم ولا تيبت عيشو بمشى في السيفيد انا خمم في الليكيد حب نعشيها مع الوزير بانج بانج واو كاكي حملو موزين ما لازيت في الامبلاج لي كلاش لي بغاج تشكوري كالي تاش تصرخ في الاغاش تحينو ما تعيش ما نزلش تقول الويش خاطر ما فهمش عليش ميت طحين وما تعيش برو ما تعيش من الطحين فمك النوعية كانك طحان برو تو تحس بي تتفهم كلامي النوعية ذي ما تعيش من الطحين برو دي ما تطحن طحن على كل شيء حاجات تافة حاجات يدي في ديارهم في عائلاتهم البرة في حاجات مش تابعينهم دي ما يطحنوا دونك ذوك ما أكثر عبيد أخطحهم من حياتك برو رق في اللغاش طحين وما تعيش من نسيش تقول الويش خطر ما فهمش عليش ميت استر وما نوفيش اي 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 ملابيت كاو قصيرة الولاد قصيرة ما شبابة فهمت كيفاش هي قصيرة ما شبابة مشيت العملية صح كاو 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 وكا نكونو كملنا سمارة انونيم
تيتر عنده عامين، اما كيما قلنا الالبوم عنده 3 سنين ديجا. الاولاد مكثريه تيترويت متابعين الالبوم هذا عندهم 3 سنين. هذا ما يمنعش تيتر باختياركم انتوما الاولاد، واحنا لبينا الطلب. تيتر في الخفه الاولاد، في الخفه كلي فايب في الخفه، ما فرض الوقت موجود صاحبي كالبيت ماشي على الاولد سكول مع سمارة ديتايات الفلويد صوته كيفاش يستعمل فيه كالعاده والعواد، يخرج لك فايب يهزك وين تحب تمشي ويسمعك، فهمت كيفاش؟ اما ملاحظه قصيره، ملاحظه صغيره اللي هو تيتر قصير شويه، هيك علاش قلت لكم في الخفه كلي ما شبعناش موزيكا ما شبعناش بسمارة. هذا ما يمنعش الاولاد شباب العمليه، وهكا نكونوا كملنا رياكسيون. كثرونا الاولاد وريونا ذوقكم، كثرونا من تيترويت، وبيان سور سمارة باز عنده برشا تيترويت فوق 3 سنين. دونك الاولاد حطوا فك الكومنتيرات، حطوا وحطوا الجيمات بالنسبه للعباد اللي ما حطتش اسم كومنتير وما حشتاش بتيتر، اما اللي يعجبك وليد كابتيه حط فيه كل لايك برو باش احنا نكملوا في السيري هذيا وما نبطلوش منها ونكملوا نخدموا. هذا ما يمنعش ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون، ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا، نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. سيو شاراكم كومنتاريتكم دنيتكم اجواكم سبسكرايب تاعكم، خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيجي ماتر رياكشن 22 مينيسكول او اللي في الديسكريبسيون يا برو. نقرا خفيفه تلقى روحك غادي، ما لفش تستنى. عندكم تيك توك، عندكم بقشيش، كل شيء موجود، وبيج رياكشن ديما موجود، والفوضى بقدره ربي 7 على 7. مازال جايكم برشا جديد الاولاد، ما عندكمش فكره قداش جديد في برشا حاجات زاده، تفهموا كل شيء كي تراو على عينيكم. هذا ما يمنعش جيست سبسكرايب يا برو، وركش وش عليك في الباقي. قبل ما نختموا رياكسيون عاده الاولاد، موضوع العاده وموضوع الاهم، القضيه الفلسطينيه، ما نساوش اخواتنا في فلسطين، وما نساوش ندعموا القضيه باللي نقدروا ونذكروا بها، وما نفدوش وما نملوش منها، ونبارطاجيو اي حاجه تحكي على فلسطين، وندعيوا لاخواتنا بالصبر والرحمه لشهدائهم، وتحيا فلسطين دائما وابدا. نتقابلوا في اقرب وقت ممكن. بيس.